Hey everyone, it's Mia here and welcome to Vlogmas Day 16. اليوم حأعمل شيء كتير غريب كتير out of my comfort zone بس كتير بدي أعمله. شايفين هالشعرات الحلوين اللي امبارح عملنا لكم روتين واخبار؟ رايحة قصن. كتير موترة بس كتير عبالي وهلأ بعدين بخلف دايما بقلكم ليش قصيت شعري. تو ذا صالون مش مع تيك توك. Guys, صرت معبس سمعك
شو عملت؟ يعني الادرينالين عندي عم بيصورخ. هولي اكثر المشاعر فعليا على راسي، يعني ما بعرف اذا فرجيكم قديش هن سميك. وتركتهم كيرلي كوز انه هخبركم بعد ايش حصل شو عنده هو. وصبغت شعري as you can see، بس انا طريقة الكيرلي ما هي بعملها كيرلي تبع شعري. سو بس اعمل كيرلي هيك بكرة وتشوفوا بفلوج بكرة. بس I'm so excited وهيك I need، يعني هن بيقولوا انه كل حدا بقص شعره بكون بده new start. I need a new start. ما بعرف اصلا ما بين مرات هيك cute of cream something. So guys حتقلع رفقاتي فجأة شو عملت؟ اخذت ذا reaction انا ما خبرت كل العالم، خبرته وانا اكسايت بس شيء شو صار. اول وحده first one. كثير حلو وحياة الله كثير حلو عجد حلو، ما انا مزح كثير حلو بس بدي اظبط الكيرلي لانه ما عرف اظبطهم.